السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور محمود الدرة، رجعنا تاني عشان نكمل منهج فيزياء الثانوية العامة. المرات اللي فاتت احنا كنا اتكلمنا على التيار الكهربي عموما، بعدين اتكلمنا على شدة التيار وفرق الجهد، وبعدين حلينا على شدة التيار وفرق الجهد وعلى التيار الكهربي طبعا. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم على قانون أوم. أوم عالم فيزياء جاب موصل وصله ببطارية ومفتاح وأميتر فولتميتر علشان يشوف هنا فرق الجهد ويشوف هنا شدة التيار، وبعدين سجل العلاقة ما بين فرق الجهد وشدة التيار عند جهود مختلفة. يعني حط هنا الفي بالفولت، وحط هنا شدة التيار بالأمبير، وبدأ يشوف القيم اللي بتطلع له. لقى مثلا عند واحد وعند اتنين وعند تلاتة وعند اربعة فولت، لا عند واحد مثلا بيطلع له 2 امبير، عند 2 بيطلع له 4 امبير، 6 امبير، 8 امبير وهكذا. بعدين رسم العلاقه ما بين الفولت والامبير، هنا فرق الجهد بالفولت وهنا شده التيار بالامبير. ولما رسم العلاقه اللي فوق دي لقى ان العلاقه بتطلع خط مستقيم يمر بنقطه الاصل. الناس حبايبنا بقى بتوع علم الرياضة عارفين انه خط مستقيم يمر بنقطة الاصل ده ليه ميل يساوي في على اي عند اي نقطة، اللي هي الواي على الاكس. يعني لو جيها عند نقطة مثلا هنا كده، فابن الجايين واخدين خط لغاية الفي وخط تاني لغاية الاي، نشوف الفي دي قد ايه، سميها بي نود، دي سميها اي نود، يبقى ساعتها الميل يساوي بي نود على اي نود. الميل ده بيساوي تاني الزاوية على فكرة، يعني اللي هي الزاوية دي، ويعني ان هو يتناسب مع الزاوية نفسها. يعني كل ما الزاوية بتكبر كل ما هو كمان بيكبر، وبالتالي يبقى ميل المستقيم دون من غير حتى ما احسبه اقدر ان انا اتوقعه من الزاوية دي. طيب بتوع الرياضة عارفين ان هو الخط المستقيم دون ميله عند اي نقطة هي نفس القيمة، يعني الميل يعتبر ثابت لان الزاوية زي ما انتم شايفين هي نفس الزاوية. يعني اذا هو مستنتج ان في على اي بتساوي رقم ثابت. طب الثابت ده هل هو ثابت زي الجي كده، ثابت ثابت عام، ولا هو حاجة لها علاقة بالموصل ده تحديدا؟ كان لازم علشان يتأكد من اجابة السؤال ده كان لازم ان هو يعيد التجربة بموصل تاني. فعم اوم عاد التجربة فعلا بموصل تاني، هنعمله المرة دي مثلا بلون احمر عشان يبقى عارفين ان ده موصل مختلف، والتجربة كلها هتعاد تاني. لقى ان القيم بتطلع مختلفة، يعني مثلا في الحالة الجديدة دي طلعت عند واحد طلعت بواحد، عند اتنين طلعت باتنين، تلاتة طلعت بتلاتة، اربعة طلعت باربعة. بالتالي الرسمة بعد ما كانت كده لا هتطلع الرسمة مختلفة، ولكن برضو خط مستقيم يمر بنقطة الأصل بس المرة دي بزاوية مختلفة. بعد ما كانت الزاوية صغيرة الزاوية كبرت. الاتنين دول بيختلفوا عن بعض في ايه؟ يختلفوا عن بعض في الزاوية التي يصنعانها مع الأفقي.
الازرق الزاويه الكبيره والاحمر الزاويه الصغيره، ولكن برضو بالنسبه للخط الازرق برضو كان الميل ثابت، يعني في على اي بتساوي ثابت، ولكن الثابت المره دي اللي هو زي ما قلنا ده ظل الزاويه او تاني الزاويه يختلف عن تاني الزاويه الاورانيه. يبقى اذا الثابت دون ليه علاقه بالموصل، ما هواش حاجه ثابته زي جي كده مثلا 9.8 طول الوقت. استنتج من هنا اوم انه في على اي ده ثابت ليه علاقه بكل موصل على حده، وسماه القومه بتاعه الموصل سماها ار. الوحده بتاعه الار تفتكروا هتكون ايه؟ ار فولت على تيار، يعني بتساوي فولت لكل امبير. خلي بالك ده كميات بينما دي الوحدات، دي الوحدات. فهنا فولت يعني فرق جهد، هنا فولت ده اللي هو الوحده، هنا شده التيار وده الامبير اللي هي الوحده. يعني بتقاس بالفولت على امبير، اه فولت على امبير. طبعا عم اوم ما سابش الفرصه وقال ان فولت على امبير دي انا هسميها اوم على اسمي، واداها الرمز اللي عامل كده اللي هو اوميجا. بالتالي اصبحت الار اللي هي مقاومه اي موصل بتقاس بوحده اسمها الاوم وليها رمز عامل كده. فرضنا ان عندي ده فرق الجهد برضو بالفولت، وده شده التيار بالامبير، وعندي ثلاث رسومات طالعين كده، واحدة طالعة كده ودي اللي هي ار واحد، واحدة طالعة كده اللي هي ار اتنين، وواحدة طالعة كده ار تلاتة. وسألني في الامتحان مين فيهم الأكبر، يعني عايز يقارن ما بين ار واحد وآر اتنين وآر تلاتة، مين فيهم الأكبر ومين فيهم الأصغر؟ هنجاوب على السؤال ده ازاي، مين فيهم أكبر، آر واحد ولا آر اتنين ولا آر تلاتة؟ بتوع علم رياضة ناس شاطرين وعارفين إن احنا هنجايين بصين على الزوايا ونشوف الزاوية الأكبر هي ديت المقاومة الأكبر، ان هم فاهمين حكايه انه ده ميل المستقيم وان ميل المستقيم ليه علاقه بتاني الزاويه، وبالتالي يبقى انا عندي ار واحد اكبر من ار اتنين اكبر من ار تلاته. طيب في طريقه تانيه، لو ان انا مش عارف حكايه ظل الزاويه والتان والكلام ده، في طريقه تانيه، اه في طريقه تانيه، ان انا باخد خط مستقيم من عند فرق جهد معين وليكن مثلا في نود، واشوف كل واحدة فيهم بتقابل التيار فين. دي قابلت التيار هنا، دي قابلت التيار هنا، دي قابلت التيار هنا. ده مثلا هيكون مثلا 10 امبير، ده 6 امبير مثلا، ده 3 امبير. طبيعي الموصل اللي مرر تيار اقل معناه ان مقاومته اكبر. انا لو بنفخ في انبوبه واسعه وانبوبه ضيقه بنفس قوه النفخه، دي هتطلع هواء اكتر ودي هتطلع هواء اقل، ده معناه ان مقاومه دي اكبر. يبقى اللي هتطلع تيار اقل تبقى مقاومتها اكبر، يبقى اذا مقاومه ار واحد اكبر من ار اتنين اكبر من ار تلاته. دي الطريقة التانية عشان ان انا اقارن ما بين ثلاث مقاومات مديهم لي على رسم بياني من غير حتى لو من غير ارقام، مجرد ان انا ابص على الزوايا او ان انا اعمل قصة الايه الجهد واشوف التيار المقابل للجهد ده قد ايه عشان اقدر ان انا اقارن ما بينهم.
نخلي بالنا الزوايا مش بتدي انطباع على النسبة مظبوطة، ولكن الطريقة بتاعت الخط بتاع الجهد والتيارات دي ممكن تديني نسبة رياضية ما بين الثلاث مقاومات. يعني من دي أنا أقدر أحسب أن R1 على R2 على R3 بتساوي كذا إلى كذا إلى كذا. طيب هو المقاومة أساسا بتيجي في السلك بسبب إيه؟ كان ده عندي سلك زي ما قلنا فيه سرات فيها أنوية موجبة وحواليها في إلكترونات سالبة، وفي إلكترونات حرة حاملة للشحنة. الإلكترونات الحرة المفروض إنها بتتحرك، وهي دي حاملات الشحنة داخل أي موصل، وحركتها هي دي التيار الكهربي زي ما احنا قلنا في الحصة الأولانية. طبعا في وجود ذرات، الذرات دي اللي بتعمل كإعاقة لحركة الإلكترونات، وبالتالي دي اللي بتسبب وجود مقاومة. طيب عند درجة الصفر المطلق اللي هي الصفر كلفن بتبقى كل الذرات ثابتة مكانها، فالإلكترون بيلاقي إن المسارات اللي قدامه فاضية وبيقدر يتحرك بمنتهى السهولة. زي ما حضرتك مثلا داخل كده شادر عزا، كل الناس قاعدة على كراسيها فبتتحرك بسهولة. كل ما درجة الحرارة تبدأ تعلى أعلى من الصفر المطلق، بتبدأ الذرات الوسط تبدأ في الاهتزاز، حركة عشوائية اهتزازية، وبالتالي الذرات بتبدأ تجد إعاقة أكبر في الحركة. زي حضرتك داخل مثلا على فرح، والفرح في عيال بتجري، وفي جرسونات ماشيين شايلين اكل، والناس بترقص على مش عارف الايه، حركتك هتبقى صعبة قوي. برضو الالكترون لما بيدخل في موصل ودرجة حرارته اعلى من الصفر المطلق بيعيق اهتزاز الذرات اللي في وشه او المقابلة ليه، بتعيقه بالتالي المقاومة بتزداد. وكل ما درجة الحرارة زادت أكتر، كل ما الاهتزازات زادت أكتر، وبالتالي المقاومة زادت أكتر. بإذن المقاومة تتناسب مع درجة الحرارة سواء بالكلفن أو بالسيليزيوس. يبقى إذن مقاومة الموصل تتناسب مع درجة حرارته سواء بالكلفن أو بالدرجة المئوية. في نقطة تانية برضو مهمة، إن عدد الإلكترونات اللي داخل من أحد الطرفين أكيد يساوي عدد الإلكترونات الخارج من الطرف الآخر، لأن مفيش إلكترونات لا هتختفي ولا هتركن جوه الموصل. مفيش إلكترونات بتركن، لأن لو ركنت الإلكترونات عارفين هيبقى أصبح سالب، ومفيش عمرنا ما لقينا موصل بعد ما مرت فيه كهرباء بقى سالب ولا بقى موجب. يبقى إذا لازم عدد الإلكترونات اللي داخل يساوي عدد الإلكترونات اللي خارج. يعني عايز تقول كمية الشحنة اللي داخلة بتساوي كمية الشحنة اللي خارجة؟ وطبعا في نفس الزمن. يعني عايز تقول إن التيار اللي داخل يساوي التيار اللي خارج؟ أيوة بالظبط كده. شدة التيار اللي داخلة لازم بتساوي شدة التيار الخارجة. الموصل لا يأكل لا شحنة ولا شدة التيار. الموصل لا يأكل لا شحنة ولا عدد الإلكترونات ولا شدة التيار، وبالتالي التيار الداخل يساوي التيار الخارج. شدة التيار مش بتتغير لما بتمر في الموصل. طبعا درجة الصفر المطلق إيه اللي بيحصل؟ بعض المواد وليست كل المواد بتكون مقاومتها بتوصل لصفر فعلا، ولكن مش كل المواد هتوصل مقاومتها لصفر، لأن برضو المجال الكهربي بتاع الالكترونات اللي محيطه بالذرات برضه بيعمل تنافر مع الالكترونات اللي بتحرك، وبالتالي بيعيق حركتها الى حد ما. في مواد معينه بتوصل عند الصفر المطلق بتوصل المقاومه بتاعتها الى الصفر، ودي اللي هي اسمها الموصلات الفائقه. هنتكلم بقى على الاتجاه التقليدي للتيار، انه عندي ماشي في شحنات موجبه بتتحرك في الاتجاه ده، وخلاص احنا متفقين ان شدة التيار الداخل لازم بتساوي شدة التيار الخارج.
طيب ايه اللي خلى الشحنات اتحركت؟ احنا قلنا في اول حصه اتكلمنا عليه الناس اللي هي شافت اول درس عارفين ان احنا قلنا ان الشحنات لا يحركها الا فرق جهد، بالتالي هنا بيبقى فيه في واحد وهنا في اتنين اللي هو الجهد عند واحد والجهد عند الطرف الثاني، لازم يكون في فرق جهد بينهم ولازم يكون مين الاكبر، لازم يكون في واحد اكبر من في اتنين. يعني اذا الموصل هياكل جهد، يبقى احنا فوق هنا قلنا الموصل او المقاومة يعني لا تأكل الكترونات ولا شحنات ولا شدة تيار، تاخدش حاجة من التلاتة دول، التلاتة دول يدخلوا يطلعوا زي ما هم. بينما هنا احنا قلنا ان الجهد ده يساوي طاقة، يبقى اذا المقاومة تأكل طاقة يعني تأكل جهد، يبقى الجهد الخارج أقل من الجهد الداخل وينشأ فرق جهد هو عبارة عن في واحد ناقص في اتنين، هو ده اللي بيدفع الشحنات الموجبة للحركة من طرف إلى الطرف الآخر. يبقى في حاجتين مهمين، المقاومة لا تأكل إلكترونات ولا شحنات ولا شدة التيار ولكن تأكل جهد. افتكر الكلمتين دول كويس قوي. طيب نرجع بقى الحتة برضو من ضمن الحاجات اللي الطلبة كتيرة بتغلط فيها، احنا قلنا انه قانون اوم قال ان ار بتساوي في على اي، ودي مقدرة بالاوم ودي مقدرة بالفولت ودي مقدرة بالامبير. طيب هو انا عندي اي يعني في دايرة كده ودي بطارية وكل حاجة وعندي أميتر هنا اهو وعندي فولتميتر هنا اهو، هقول ان وده قايس لي في نود وده قايس لي اي توتال، هقول والله يبقى اذا ار دي بتساوي في نود على اي توتال. لا يا جماعة، الفي والاي دول عند نفس الموصل، يعني لازم يكون التيار اللي مر هنا والجهد اللي بين طرفيه، يعني لازم اشوف التيار هنا بكام، ويبقى في نود على اي نود هو ده اللي يديني الار، مش اي اي الاقيها في سكتي واي في الاقيها في سكتي احطهم فوق بعض ويقول يلا بينا ما هو قانون اوم كده. لا ده شغل الطالب اللي هو يعني بيلوش زي ما بيقولوا، انما الطالب اللي فاهم لازم عارف ان هو بيدور على تيار والجهد عند نفس المقاومة اللي هو عايز يحسب لها. نقطة اخيرة بقى عشان نختم الدرس دول بالطاقة والقدرة الكهربية. ايه الفرق بين الطاقة والقدرة؟ القدرة بتساوي الطاقة مقسومة على الزمن، سواء طاقة مبذولة، طاقة مستهلكة، طاقة منتجة، طاقة مفقودة، في الآخر مقسومة على الزمن تديني القدرة سواء مفقودة مستهلكة منتجة. طب هي أصل القصة دي إيه؟ أصلها لو إن أنت ده مبنى ارتفاعه 10 متر وأنا في عندي صندوق كتلته 10 كيلو عايز ارفعه مسافة العشرة متر، هنا جبت عيل صغير او راجل غلبان كده على قده، وهنا جبت واحد بقى ايه مصارع راجل بقى قوي، ده رفعوا الصندوق وطلعوا في زمن قدره 100 ثانية، ده رفع في زمن قدره 10 ثواني فقط. طب ما الاثنين نفس كم الشغل او نفس كم الطاقة اللي هو 10 كيلو جرام في 10 اللي هي الجي في 10 اللي هي المسافة او الارتفاع، يعني 1000 جول، وده برضو 1000 جول، بس ده عمل 1000 جول في قد ايه؟ ده استغرق 100 ثانية، يعني كان بيعمل 10 جول في كل ثانية، بينما ده استغرق
10 ثواني يعني كان بيعمل 100 جول في الثانية. يعني ده بيرفع 1/10 متر كل ثانية، بينما التاني كان بيرفع متر كل ثانية. يبقى الراجل التاني الازرق ده قدرته اكبر من قدرة الولد الصغير اللي هو الاحمر. وعرفنا منين؟ عرفنا ان الزمن اقل رغم نفس كمية الطاقة، يبقى القدرة هي الطاقة على الزمن. طب وحدات القدرة هي ايه؟ هي الوات رمزها W، وحدات الطاقة هي الجول رمزه J، والزمن الثانية ورمزها طبعا S. في الكهرباء انا عندي القدرة الكهربية ليه طريقتين بحسب بيهم، في I تربيع في R، ودي عادة بتكون للقدرة المفقودة في مقاومة. مقاومة R ماشي فيها تيار I، عايز اعرف القدرة المفقودة تطلع I تربيع في R. طب هي تفقد في صورة ايه؟ في صورة حرارة. السلك بيسخن والقدرة الحرارية اللي بتظهر فيه بتساوي I تربيع في R. طيب لو عايز اعرف كمية الحرارة الكلية، كمية الحرارة بقى مش القدرة الحرارية اللي هي معدل يعني ظهور الحرارة في الثانية، كمية الحرارة لازم اضرب I تربيع R في الزمن المرور، لان معروف السلك كل ما هيمر فيه تيار لوقته اطول كل ما هيسخن اكتر، وبالتالي لازم اضرب في زمن. ودي مفهومة ان انا لو عايز احسب الطاقة لازم هضرب القدرة في الزمن. الطريقة التانية للحساب هي V في I، وده ممكن تستخدم القدرة المنتجة او المستهلكة في جهاز. جهاز مثلا مكتوب عليه ان هو 220 فولت 1 امبير، يبقى ده بيستهلك 220 واط، يعني 220 جول كل ثانية. لو انا عايز احسب برضو استهلك طاقة قد ايه، برضو هقول V في I في T، هتديني كمية الطاقة المستهلكة. كده نبقى احنا خلصنا الدرس الثالث بتاع قانون اوم. اول حاجة ان هو فرق الجهد وشدة التيار بينهم علاقة طردية، وان في على اي بتساوي ثابت، والثابت ده طلع ان هو ليه علاقه بكل موصل، وان هو مقاومه هذا الموصل ما هوش ثابت عام زي الجي مثلا. تاني حاجه ان الميل بتاع الخط المستقيم دون بيساوي رياضيا بيساوي المقاومه. تالت حاجه ان المقاومه بتقاس بوحده اسمها الاوم، والاوم دون يكافئ فولت لكل امبير. وقلنا كمان انه المقاومات لو كان عندي عدد المقاومات فان انا اقدر من الزوايا بتاعتها اعرف مين فيهم الاكبر، الزاوية الاكبر تكافئ المقاومة الاكبر. ولو عايز اعرف كنسبة عددية يبقى لازم اخد خط مستقيم من عند فرق جهد معين واشوف نسبة التيارات اللي طالعة. التيار الاكبر معناها مقاومة اقل. في المسائل هنشوف ازاي بنقدر نحسب الكلام ده. وقلنا كمان ان شدة التيار لن تتغير بمروره في موصل له مقاومة، سواء كبرت المقاومة او صغرت في الاخر شدة التيار اللي داخل تساوي شدة التيار الخارج، وعدد الالكترونات اللي داخل يساوي عدد الالكترونات الخارج، وكمية الشحنة الداخلة بتساوي كمية الشحنة الخارجة. وقلنا انه كلما ازدادت درجة الحرارة كلما ازدادت المقاومة. قلنا كمان انه بيحدث فقد للطاقة الكهربية او فقد للجهد الكهربي اثناء المرور في مقاومة. يعني اذا كان هنا في واحد وهنا في اتنين، فان اكيد ان في واحد هتبقى اكبر من في اتنين، لان في اتنين ديا لان حصل فقد للطاقة اللي هي حصل فقد للجهد اثناء المرور في مقاومة. لكن لو كان ده سلك توصيلته عالية جدا يعني مقاومته صفر، فساعتها نقدر نعتبر الجهد لا يتغير، ودون في حالات السلوك اللي هي تعتبر سلك توصيل مش مكتوب لك عليه ان هو ليه مقاومة. قلنا انه في اي مقاومة فان شدة التيار الداخل بتساوي شدة التيار الخارج،
وان عدد الالكترونات الداخلي سواء عدد الالكترونات الخارج وكميه الشحنات الداخله بتساوي كميه الشحنات الخارجه، وان المقاومه لا تاكل الكترونات ولا شحنات ولا شد التيار. وقلنا كمان انه الجهد بيقل اثناء المرور في مقاومه، اذا كان ده جهد في واحد ده في اتنين فان بينتج فرق جهد بيساوي في واحد ناقص في اتنين، ويعني ان المقاومه بتاكل جهد او بتاكل طاقه كهربائيه. نخلي بالنا من حاجه برضو مهمه قوي، انه الار بتساوي في على اي ليس معناها انه الار تتناسب طرديا مع في وتتناسب عكسيا مع اي. الرياضه بتخدعنا في حاجه زي كده. الار دي احنا قلنا ان ده ثابت، والثابت ده يساوي حاصل قسمه في على اي، مش معنى كده ان ار تتناسب طردي مع في ولا تتناسب عكسي مع اي. اخر حاجه قلناها، قلنا الطاقه الكهربيه والقدرة الكهربية. قلنا القدرة بتساوي اي تربيع في ار اذا كانت قدرة مفقودة في مقاومة، وبتظهر في صورة حرارة، وكمية الحرارة اقدر احسبها من اي تربيع ار في الزمن اللي هو زمن المرور. بينما القدرة المنتجة او المستهلكة ممكن احسبها من القانون في في اي، وكمية الطاقة المستهلكة او المنتجة تساوي في في اي في تي. وكده نكون خلصنا درس النهاردة اللي هو قانون اوم، وخدنا فكرة عن الطاقة والقدرة الكهربية. وإن شاء الله الحصة اللي جاية بإذن الله هنحل على قانون أوم. أتمنى أن تكونوا تستفيدوا، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.